وسط توترات متزايدة بين طهران وواشنطن، مواجهة جديدة تلوح في الأفق، خصوصا بعد إصرار إيران على نقل شحنة نفط إلى فنزويلا. الأمريكيون ينتشرون في الكاريبي عسكريا منعا لنقل إيران نفطها تأكيدا على العقوبات المفروضة، وإيران تهدد بالتصعيد والمواجهة في حال اعتراضها. ومن المحتمل أن تبحر 5 ناقلات إيرانية تحمل ما قيمته أكثر من 45 مليون دولار من البنزين ومنتجات نفطية أخرى إلى فنزويلا كجزء من صفقة أوسع بين الدولتين الخاضعتين للعقوبات الأمريكية. لمناقشة هذا الموضوع معنا من واشنطن الباحثة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى حنين غدار، ومعنا من طهران الكاتب والباحث السياسي مصدق بور. مرحبا بضيفي أستاذ مصدق، سأبدأ معك ولكن قبل ذلك دعنا باختصار نستعرض ما قاله وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، يقول فيها: إيران تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة والضرورية والتصرف بحسم لتأمين حقوقها ومصالحها المشروعة في مواجهة سياسات البلطجة والممارسات غير القانونية هذه. يضيف السيد جواد ظريف: تهدد دبلوماسية الزوارق الحربية المهيمنة بشكل خطير حرية التجارة والملاحة الدولية والتدفق الحر لموارد الطاقة. هذه الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات قسرية لتعطيل بيع النفط الإيراني تمثل تصعيدا خطيرا. هذا ما قاله السيد جواد ظريف في رسالته للأمين العام للأمم المتحدة. طيب، ما الذي يعني تحتفظ إيران بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة والتصرف بحسم؟ ما الذي ستفعله؟ على ما يبدو هناك قطعة بحرية أمريكية في المنطقة، هناك ناقلات نفط إيرانية عبرت مضيق جبل طارق باتجاه فنزويلا، ما الذي نتوقعه في المرحلة القادمة برأيك؟ نعم طبعا، إيران أنا أعتقد يعني إيران اقتربت من نقطة الحسم، يعني إيران كانت قد تواعدت يعني الولايات المتحدة الأمريكية بأنها سوف تقوم بكسر هذا الحصار. ربما الكثير من المحللين لم يدركوا يعني كون الكلام والخطاب الإيراني كيف ستكسر إيران هذا الحصار. اليوم اتضحت الصورة، إيران مصممة، إيران لا تستطيع أن تقف مكتوفة اليدين وتجويع الشعب الإيراني من قبل الإدارة الأمريكية بفرض هذا الحظر الجائر، يعني سواء على النفط أو على الاقتصاد الإيراني على المصارف وما إلى ذلك. وبالتالي إيران يعني كشفت عن الورقة التي كانت تهدد بها، وهي ورقة اقتصادية، وهذا دليل على أن إيران عزفت عن الحل الدبلوماسي وخاب ظنها. يعني هي كانت تتوقع من خلال عمل دبلوماسي ربما بإمكانها أن تحقق إنجاز، ولكن تشعر بأنها لم تحقق هذه النتيجة، وبالتالي هي قامت بهذه العملية. أولا ما تقوم به إيران اليوم إرسال البنزين أو الطاقة يعني إلى فنزويلا عمل يعني قانوني، عمل مشروع، ومن حق الدول أن تتعاون في هذا المجال. ثم أن إيران تسير في خط الملاحة الدولية، يعني في البحار الحرة هناك قوانين دولية، هناك قانون البحار يسمح لجميع الدول أن تستفيد من هذا الممر. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى أنها تفرض حظر جائر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية تريد أيضا طيب من خلال ممارسات. بس ما جاوبني على سؤالي أستاذ مصدق، يعني عندما يقول وزير الخارجية الإيراني بأن إيران سترد بحسم وتتصرف بحسم وتحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات، ما الذي نتوقع؟ هل نتوقع مواجهة عسكرية مع هذه القطع البحرية الأمريكية مثلا؟ أنا لا أتوقع، يعني أساسا لا أتوقع أن يجازف الرئيس الأمريكي. ثم أن الخطاب الإيراني حتى على المستوى العسكري ولا يستهدف الولايات المتحدة برمتها ويستهدف ترامب، وبالتالي هناك رسائل، يعني هناك رسائل يعني موجهة إلى الانتخابات، إلى الداخل الأمريكي وإلى شخص ترامب وإلى مستقبله الانتخابي، لأن هناك الكثير من الأمريكيين المنافسين ترامب والمعارضين له هم يتعاطفون أيضا مع هذه الخطوة الإيرانية، وبالتالي إيرانية واثقة بأنها يعني هي تعمل في الاتجاه الصحيح. أما
ماذا ستفعل إيران؟ بالتأكيد يعني هم إذا أرادوا أن يتعرضوا ويوقفوا هذه السفن، إيران ربما ستعود حرب الناقلات بين البلدين كما حدث بالنسبة للناقلات الناقلة الإيرانية التي احتجزتها بريطانيا في جبل طارق، وإيران في المقابل احتجزت يعني وقامت بتوقيف ناقلات تابعة لبريطانيا وأيضا تابعة لبعض الدول المشاركة مع بريطانيا في هذه المؤامرة. وأنا أعتقد يعني من إحدى الخطوات الإيرانية بالتأكيد يعني سوف تعمل بالمثل، لأنه في الخطاب الإيراني يقول سوف نتعامل بالمثل، يعني نحن أيضا سوف نقوم ب توقيف هذه الناقلات. ثم ان الممرات طيب يعني هذه نقطه مهمه، خلينا نعطي السيده حنين فرصه ايضا للادلاء بدلوها. مساء الخير حنين، مرحبا بك معنا ايضا في هذا النقاش. ما رايك؟ الاستاذ مصدق يقول يعني ربما تكون المساله ناقله بناقله كما حصل مع الناقله البريطانيه، هل هذا اسلوب الرئيس ترامب في التعامل مع الامور؟ اليوم الرئيس ترامب يقول هذه حكومة مارقة وفنزويلا حكومة مارقة، وبالتالي يجب الإبقاء على هذه العقوبات وهذا الحصار مفروض عليهما. هل نتوقع مع حرب ناقلات بين إيران والولايات المتحدة في الفترة القادمة؟ يعني أنا بعتقد الشيء الأساسي يعني لازم نضوي عليه اليوم هو أنه إيران صار لها فترة محطوطة الأيدي يعني بمحل ما، يعني الردود اللي عملتها إيران ضد التصرفات الأمريكية بالمنطقة وعلى الماكسيموم بريشر كامبين كانت كتير محدودة، وما قبل مقتل سليماني وما بعد، في فرق كتير كبير بين أنه ما قبل سليماني وما بعد سليماني. ما قبل سليماني كانت اللعبة كتير في رايقة، يعني كان إيران عم تستفز الولايات المتحدة، والولايات المتحدة كان ردودها كتير محدودة. ما بعد مقتل القائد سليماني، الجنرال سليماني، تتغير الوضع، صار واضح انه امريكا عندها تولز بايدها وادوات عسكرية ممكن تتطور بشكل سريع وكبير، يعني ما ممكن كتير تكون اكبر بكتير من انه ناطلة بناطلة يعني. وايران فهمت اليوم انه امريكا يعني ما رح يكون ردها محدود، يعني مقتل سليماني غير اللعبة كليا. كيف غير اللعبة مقتل سليماني من وجهة نظر الولايات المتحدة؟ يعني هل كانت الولايات المتحدة مترددة في اتخاذ اي عمل عسكري ما دام قاسم سليماني موجود؟ لا، بعتقد هي امريكا كانت عم تجرب تتفادى عمل عسكري بالسنه الانتخابيه، ولكن مقتل سليماني كان واضح، يعني بعتقد ما كان يعني هو بين انه مفاجئ، بس هو فعليا كان في طبعا عده تحضيرات لمقتل سليماني وعده سيناريوهات، واتفقت الاداره انه مقتل سليماني بفيد امريكا اكثر مما بضره، وهذا الشيء بين. هلا طبعا اول فتره كان في خوف انه هذا الشيء قادر الحرب، بس بعتقد إيران فهمت اللعبة مظبوط أنه أي رد عسكري إيراني حقيقي يعني على أمريكا بالمنطقة ممكن يؤدي لبعد ضربات أمريكية على إيران أكبر. وكل الردود على مقتل سليماني بالعراق كانت كتير محدودة، وما كانت طبعا على المستوى الذي كانت تتكلم به إيران يعني. فما بعتقد هذا الحكي تبع انه الرد بالمثل والحق الرد وكل هيدا حكي سمعناه كثير بسوريا من قبل نظام الاسد وحزب الله والنظام الايراني، وسمعناه بلبنان، وعم نسمعه بالعراق، وعم نسمعه بايران كل الوقت. الحق بالرد بالمكان والزمان المناسبين والرد بالمثل. شو يعني الرد بالمثل؟ انه كيف بدها ايران ترد بالمثل؟ ما في مثل بهذا الموضوع يعني. في امريكا ممكن اذا ايران يعني قررت انه تخوض حرب مع امريكا بتخسر ايران طبعا، يعني هذا شيء واضح. مثل حزب الله اذا قرر يخوض حرب مع اسرائيل بيخسر حزب الله، ومن هيك اليوم حزب الله بلبنان وبسوريا عم تضرب اسرائيل كل يوم وما عم برد، وايران عم تضربها امريكا وما عم بترد فعليا. طيب خلينا نعود الى مساله النفط حنين اذا سمحتي لي واستاذ مصدق. اللافت انه يعني كل هذه مساله ايران تزود فنزويلا بالنفط، على ما يبدو يعني بحسب التقارير الاقتصاديه ليس لها علاقه لا بدعم الشعب الفنزويلي الصامد والمحاصر الى اخره كما هو الخطاب الايراني، ولكن هذه دوله ايران اقتصادها على حافه الانهيار، وفنزويلا اقتصادها على حافه الانهيار مع انها تملك اكبر احتياطيات نفطيه مؤكده في العالم. استاذ مصدق، وكاله بلومبرغ تقول انه نظام مادورو في فنزويلا اشترى المساعده لقطاع النفط
مقابل 9 طن من الذهب بقيمة 500 مليون دولار. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو غرد قائلا عبر تويتر يقول عصابات مادورو نهبوا 9 أطنان من سبائك الذهب وأرسلوها إلى النظام الإيراني. اللصوص الكبار في العالم يتشاركون مع الدولة الرائدة الراعية للإرهاب في العالم، أكبر الضحايا هم الشعب الفنزويلي والشعب الإيراني. ما رأيك في هذا السيناريو أستاذ مصدق، بأنه إيران ترسل النفط إلى فنزويلا مقابل سبائك من الذهب 500 مليون حتى الآن 9 طن؟ طبعا يعني من حق إيران، يعني هي أولا فنزويلا دولة صديقة لإيران، وإيران تقايض فنزويلا، يعني دخلت في مرحلة أو عملية المقايضة الاقتصادية، يعني عندما يكون هناك حظر بالتأكيد، وإيران تحتاج يعني إلى الذهب تحتاج، والولايات المتحدة الأمريكية وامتعاض الولايات المتحدة الأمريكية من وصول الذهب إلى إيران، لأن ذلك سوف يؤثر على خططها، الخطط التي تحاول أن تنفذها في الداخل الإيراني من خلال تأثير على الاقتصاد الإيراني وعلى العملة الإيرانية، بالتأكيد يعني سوف تفشل، يعني بنسبة ملحوظة يعني تفشل هذه الخطط، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بخيبة أمل، وهي تتهم إيران، يعني هي أولا تفرض حظر، والدولة المارقة والدولة الراعية للإرهاب هي الدولة التي تدعم إسرائيل، الدولة التي تدعم العصابات الإرهابية. يعني إيران كما تفضلت الأخت، أنا لا أعتقد يعني الوضع في إيران اختلف قبل سليماني وبعد سليماني، وهذه العملية لإثبات أن الوضع بعد سليماني أيضا هو ربما يكون أخطر يعني بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. إيران اليوم يعني دخلت إلى الأطلس بسفنها وبالعلم الإيراني، ويتحدى الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا لا أعتقد يعني، والكثير من المراقبين لا يعتقدون أن يجازف الرئيس الأمريكي في التعرض لهذه السفن، وهذه السفن سوف تصل إلى وجهتها المطلوبة بالتأكيد، يعني هذا الشيء سوف يتحقق، وكل ما نسمع كله حرب نفسية حرب إعلامية. طيب. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة إدارة الرئيس ترامب في مأزق، يعني من أولا الكورونا وتأثير الكورونا على الاقتصاد الأمريكي والمشاكل التي يعاني منها، وأيضا لا أعتقد أنه سوف يجازف، لأنه سوف يمنع بهزيمة أخرى. إيران كما قلت يعني إحدى رسائل، يعني هذه العملية التي تقوم بها إيران من خلال إرسال هذه السفن هي موجهة إلى الداخل الأمريكي وإلى التأثير على الانتخابات على مستقبل ترامب الانتخابي بالتأكيد، لأن ترامب يدعي طيب. بأنه استطاع أن يحتوي إيران، استطاع أن يركع إيران، وبالتالي إيران تريد أن تقول أنا لم أركع وأنا ما زلت قوية. طيب هذه نقطة مهمة اليوم، وهذا التحدي نعم. أصبح يعني بمنسوب عالي. هذه نقطة مهمة حنين، ما رأيك في نعم. ذلك؟ أولا التحدي أصبح يعني تحدي ورسالة موجهة إلى الناخب الأمريكي من قبل إيران. سأسأل حنين عن هذا الموضوع، ولكن قبل ذلك الدبلوماسي الإيراني السابق أمير موسوي أيضا غرد بدوره، يقول ناقلة النفط العملاقة الإيرانية فورتشن رافعة العلم الإيراني تعبر مضيق جبل طارق متجهة إلى فنزويلا حاملة مليوني برميل من البنزين، وترافقها ناقلة أخرى تحمل الجازولين لمساعدة الشعب الفنزويلي المقاوم المحاصر، وأعداء المقاومة يسعون لعدم وصولها إلى مقصدها، فسنرى، كما يقول الدبلوماسي الإيراني السابق. ما رأيك حنين، هل هناك رهان إيراني على عدم مجازفة الرئيس ترامب في أي عمل عسكري الآن، اعتراض سواء اعتراض هذه الناقلات أو أي شيء آخر؟ لأنه كما يقول الأستاذ مصدق الرئيس ترامب في مأزق بسبب أزمة كورونا ومشغول بهذه المسألة، لن يغامر قبل الانتخابات في عملية عسكرية أخرى. ما رأيك بهذا المنطق؟ هلا اول شيء السؤال بمعنى انه ايران عم تراهن انه يخسر تخسر اداره ترامب، طبعا ايران عم تراهن على هذا الشيء، لانه في موضوع ماكسيمم بريشر كامبين، وفي امل عند النظام الايراني انه اداره ديمقراطيه ممكن تعمل اتفاق جديد مع ايران بشروط اخف وبعقوبات اخف، طبعا هذا الشيء مفهوم يعني. هلا اذا هذا الشيء معناتها انه المقصف اللي هلا هي اداره ترامب من وراء الكورونا والاقتصاد
اولا في شغلتين، اول شيء انه مش اكيد هيدي الاداره بمأزق انتخابي من وراء الكورونا والاقتصاد، لانه مثل ما مبين انه الناس اللي انتخبوا ترامب باول جوله حيرجعوا، بس الكل مأزوم كورونيا حنين، يعني مش بس الولايات المتحده وايران، يعني من اكثر الدول المتضرره من حيث فنزويلا. فنزويلا بالمناسبه شركه مهان اير الايرانيه هي التي تنقل هذه السبائك بحسب الأسوشيتد بريس، تنقل السبائك وتخرق الحظر المفروض من قبل فنزويلا بسبب فيروس كورونا، يعني الطائرات الإيرانية تهبط في فنزويلا خرقا لحظر كورونا وتسلم الذهب. هذه فقط بين قوسين. يعني تفضلي. إيه إذا في حدا يعني نشر كورونا حتى بالمنطقة، يعني من العراق لسوريا للبنان، هو النظام الإيراني. يعني واضح إنه أول ما حالات كورونا بلبنان مثلا أو بالعراق هي إجت من إيران كمان. يعني في اللي هو فعليا ما قدر يتعاطى مع فيروس كورونا هو النظام الإيراني قبل أي حدا تاني. بس كمان رهان على خسارة ترامب بهذه الانتخابات مش أكيد، يعني هذا الشيء حيصير مش أكيد، ولكن هل هذا يعني يمنعه من المجازفة بأي عمل عسكري ضد هذه الناقلات؟ يعني أنا بالضبط ما معناتها أبدا إنه كمان ترامب ممكن ما يجازف بعمل عسكري. بالعكس شفنا هذا الشيء، يعني بس فات ترامب بالسنة الانتخابية تم قتل سليماني. يعني هذه كانت بأول 2020 لما كنا مفكرين إنه هذه سنة انتخابية مستحيل يصير فيها عمل عسكري، وإذ طلع إنه أكبر عمل عسكري تم بأول السنة الانتخابية، فما فينا نقول هذا الشيء. ثالثا إنه كمان الحسم بأنه إدارة ديمقراطية وخسارة ترامب هي معناتها حتكون منيحة لإيران مش أكيد، يعني بعد ما بنعرف إنه بايدن هو حيكون أوباما فيرجن 2 ولا بايدن هو حيكون متوازن أكثر. يعني ما بنعرف أبدا شو يعني بايدن نسبة لإيران. طيب. هي الديل الجديد اللي ممكن، يعني في كثير هون assumptions عم يطرحها. جاي حنين عندي دقيقة إذا سمحتي لي بدي أعطيها للأستاذ مصدق. يعني البعض يقول، وحنين أشارت إلى ذلك، إلى أنه ربما عمل عسكري من قبل السيد ترامب ينقذ في هذه الانتخابات إذا كان عمل عسكري مدروس ونتائجه إيجابية. ما رأيك في ذلك؟ أستاذ مصدق معنا دقيقة. أنا لا أعتقد يعني مطلقا عمل عسكري، نعم هذا العمل العسكري يعني مجازفة كبيرة بالنسبة لترامب، هو لا يستطيع أن يقوم بهذا العمل العسكري. يعني هو جرب كثير، إيران أثبتت، يعني إيران أسقطت طائرة أمريكية متطورة ثم قصفت قاعدة عين الأسد الأمريكية وهي من أكبر قواعد الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة، وقامت أيضا بعمليات أخرى متحدية الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يجرؤ ترامب على الرد على إيران، وبالتالي أنا أعتقد يعني الوضع سوف يستمر على نفس هذا المنوال. ترامب أيضا يواجه مشاكل حتى في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. طيب. يعني هناك معارضة كبيرة، صحيح هو استخدم الفيتو ضد قرار الكونغرس بتعرض. طيب للأسف وقتنا انتهى أستاذ مصدق. أنا لا أعتقد يعني أنه سوف يقدم. شكرا جزيلا لك الأستاذ مصدق بور الكاتب والباحث السياسي، كان معنا من طهران، وأشكر ضيفتنا من واشنطن حنين غدار الباحثة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى. شكرا لكما.